الحقد الأعمى من تأليف إسماعيل عبد التواب وإخراج محمود شركس. اتفضلي اشربي. الحمد لله. سلامتك يا ماما. مالك؟ مش عارفه يا بنتي، دوخه بسيطه، حسيت ان الاوضه بتدور بيا. طيب ودلوقتي حاسه بحاجه؟ الحمد لله يا بنتي. يا ماما، يا ماما قلت لك ارحمي روحك شويه، بالنهار شغل في البيت وبالليل سهر على مكنه الخياطه، مش طريقه دي ابدا يا ماما. امال مين غيري يا بنتي يقوم بالعمل ده؟ يا ماما ياما طلبت منك اني اساعدك وانتي بترفضي. ما انا لازم ارفض يا ناهد يا بنتي، انتي نسيتي وصيه المرحوم بابا. عارفه مش كده؟ ايوه يا بنتي، وصيه العزيز الغالي. يا سلام على اخلاصك يا ماما. كان دايما يقول لي، فاكره يا ماما كان دايما يقول لي خدي بالك من ناهد بنتي وحطيها في عينيك، دي بنتنا الوحيده وكل منايا اني اشوفها عروسه حلوه. كملي لها تعليمها، كان نفسي اشوفها دكتوره قد الدنيا، ولما توصل نفتح لها مستشفى خاص تعالج فيه الناس كلها بالمجان. والله يا ماما ما كانش فيه لزوم اكمل تعليمي، كان كفايه عليا شغله بالثانويه العامه نحوش لنا منها قرشين يساعدوا. انت بتتكلمي ازاي يا بنتي بقى بعد المشوار اللي مشيناه ده؟ ولا نسيت وصيه ابوكي؟ الله يرحمه. تعرف يا ماما، انا كل ما بفتكر الكلام اللي وصاكي بيه والايام الحلوه اللي حكيتيلي عنها اللي قضيتيها معاه واخلاصه وتضحيته علشاننا، كل ما افتكر ده كله احس انه كان ملاك مش انسان. كان نفسي اشوفه. انا متهيألي يا ماما ان مفيش حد زيه او حتى شكله في الدنيا دي كلها، اللي ما ساب لنا حتى ولو صوره صغيره له. يا خبر يا ناهد، ده ساب لنا صوره كبيره قوي يا بنتي، صورته اللي في قلوبنا. صحيح يا ماما، انا ولو اني يعني ما شفتوش الا اني رسمت له صوره كبيره قوي في قلبي. يا سلام عليك يا ناهد، اهو انت دايما كده، لما تيجي سيره باباكي تقعدي تعملي لي عليه محاضره. يلا يلا يا حبيبتي قومي ذاكري. امال؟ لا انا مش هقوم اذاكر الا لما توعديني انك مش هتقعدي على المكنه الليله دي. الله، وشغل الناس من يكمله النهار لعنين يا ماما. لا لا يا بنتي، احنا محتاجين لفلوس. فلوس فلوس فلوس، احنا مش هنخلص ابدا، مصاريفنا كل يوم بتزيد ما بين كلية وبين بيت واكل وشرب، ولو لقينا اللي يسلفنا النهاردة ما بنلاقيهوش بكرة. خلي ايمانك بالله كبير يا ناهد، يلا يلا قومي قومي. حاضر يا ماما عن اذنك. يا ناهد احنا النهارده شطار قوي، قطعنا شوط كبير خالص في محاضرات النهارده. ما تنسيش اننا لازم نعيد عليها كمان مره. ايه يعني لازم تاخدي بحقك؟ ما كفايه مره واحده. لا يا ليلى، انا لازم اجيب تقدير كويس جدا السنه دي. قولي بس احنا ننجح ونعدي. لا وحياتك، امتياز يا بلاش. ايه امتياز؟ ان شاء الله ان شاء الله يا رب. مساء الخير يا بنات. مساء النور يا ماما. هاتي عني. اهلا يا طنط. انا عامله لكم كوبايتين شاي علشان تعرفوا تسهروا كويس، وكمان جايبه لكم شويه سندوتشات علشان تاكلوا وما يبقى لكمش حاجه، ولا ايه يا ليلى؟ ابدا يا طنط. ايه ما انا عارفاك، لحد الساعة 9 وتسيبي ناهد لوحدها وتمشي علشان ايه؟ انا جعت ولازم اتعشى. لا 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 والله يا طنط، بس اصلي ماما منبهة عليا ان 9 لازم اكون في البيت. على العموم انا كلمتها النهاردة علشان تبحبحلك شوية، ذاكروا بقى بزمة كده علشان تنجحوا ونفرح بيكم. ها
واذا عوزتوا حاجه بقوا نادوا عليا. كتر خيرك يا طنط. اتفضلي استريحي انت يا ماما واحنا هنذاكر. استريح استريحي ازاي بقى، ده انا ورايا حتتين قماش هسهر عليهم لغايه الصبح لما اخلصهم. ربنا يساعدك يا طنط. ربنا يوفقكم. مع السلامه يا ماما. انا هقفل لكم الباب ورايا علشان ما تسمعوش صوت الماكينه والشوشر عليكم. ميرسي ميرسي خالص يا طنط. كتر الف خيرك يا ماما. ربنا يديك الصحه والعافيه. تعرفي يا ناهد ان مامتك دي ست عظيمة خالص. ربنا يديها الصحة ويخليها لي عشان اقدر اعوضها عن تعبها وسهرها الليالي دي. عشان بصراحة انا ما شفتش ام بتحب بنتها وبتضحي علشانها زي مامتك يا ناهد. والله يا ليلى من يوم ما بابا مات وانا لسه عندي 4 سنين عيلة صغيرة وهي عايشة علشاني، عاملة لي ام واب وكل حاجة. تصوري تصوري انها رفضت تتجوز من كل اللي تقدموا لها علشان تعيش ليا انا بس. يا سلام، مع انها جميله جميله خالص ولسه صغيره. ما هو ده اللي تعبنا. ليه بقى؟ الناس يا ليلى، الناس ما بيرحموش. لما بيشوفوا ست حلوه وصغيره ومفيش جنبها راجل وبتنزل من بيتها لزباينها، وخصوصا لما بتكون بتسافر، بيقولوا عليها يا ست حاجات. ايه يقولوا ايه يا ناهد؟ حد يقدر يقول عليكم حاجه؟ ما حدش يقدر يقول، لكن نظراتهم يعني. يا اختي يا ناهد، انت دايما كده عندك اوهام. على رايك مش نخش بقى على الاعاده؟ اعاده ايه؟ الحقيني بالسندوتشات الاول وكوبايه الشاي بتاعت خلينا بلع. السندوتشات. اهلا اهلا ست ام عبد، اتفضلي. يزيد فضلك يا حبيبتي. ها خلصتي فساتين العروسه؟ هانت اديني خلصت اكتر من نصهم، وما فاضلش غير فستانين وثلاث قمصان نوم. يا خراشي، طب والعمل ايه بقى؟ دي هتسافر مع عرسها بعد بكره. بكره الصبح ان شاء الله هيكونوا جاهزين. ايوه النبي ابوس ايدك يا اختي، اعملي لك همه شويه. ما ديكي طبيتي على سهوه اهو وشفتيني وانا شغاله فيهم. اعذريني يا حبيبتي. معلش، اصلا اللي صدرت في الحكايه دي قلت لهم ان مفيش حد ابدا هيعرف يعمل لكم فساتين اخر موضه وباسرع ما يمكن غير ست سميره. وحياتك انت هسهر عليهم للصبح، وسبعه صباحا هيكونوا تحت امرك، علشان انا كمان عايزه الفلوس ادفع منهم الايجار واهو اجيب شويه حاجات لناهد. كبدي عليكي وعلى شبابك الضايع. والنبي يا ست سميره، انا كل ما اشوفك قلبي بيتقطع. الله، ليه يا ست ام عبد؟ بتقهر علشانك يا اختي، وانت قاعده كده ليل ونهار على المكنه اللي هتضيع شبابك وعينيكي. هنعمل ايه بقى، اهو نصيبنا كده. ايه هي مين دي؟ طب ده انت بس تشاوري بصبعك كده وتشوفي هجيب لك كام عريس يتمنوا رضاكي. احنا هنرجع بقى للحكايه دي كل مره يا ست ام عبد، ما انت عارفه رايي. قولي لي قومي بقى علشان اروح اطمن اهل العروسه. فتك بعافيه. الله يعافيك يا ست ام عبد. انا مش عارفه الناس جرالها ايه، بس مش يسيبونا في حالنا. جرى ايه يا ماما؟ حد ضايقك؟ انا مش عارفة، بس هم ناعيين همي في ليه؟ عشان بيحبونا يا ماما. الله، انت نسيتي اننا بقينا منهم؟ احمدي ربنا انك عايشة في حي اهله مهتمين بينا. ده انت طول عمرك تقولي اسكندرية حلوة وناسها طيبين. وهو انا قلت حاجة يا بنتي؟ ما احنا عايشين هنا هو بقالنا سنين، لكن اليومين دول طالعين لي في مقدر جديد قال ايه اتجوزي اتجوزي. وماله يا ماما؟ وماله؟ انت عايزين اتجوز يا ناهد؟ مدام ده يسعدك يا ماما. الكلام ده من قلبك يا ناهد؟ انا تهمني راحتك يا ماما. لا يا ناهد، انا ما اقدرش اجيب حد غريب علشان يحل محل ابوك. انت نفسك بتقول اني ما فيش واحد زيه. خلاص انت ما تضايقيش نفسك، وعلى كل حال هم يتمنوا لنا كل خير. انا ما قلتش حاجه يا بنتي. نهايته انا هغيب عنك بكره طول النهار. ابي خدي بالك من نفسك وكلي كويس. الله، انت رايحه فين؟ انت نسيتي ان انا بسافر كل شهر مصر يا بنتي؟ يا خبر يا ماما، انت مش تشوفي لك طريقه في حكايه زباينك اللي في مصر دول؟ ما انت عارفه ان انا بزور قرايب اللي هناك، وبالمره خلص شغلي. بس انت طول عمرك بتزوريهم، ما فيش ولا مره نسيتي حتى. معلش يا بنتي، اصلهم بينتظروني في الميعاد. على كيفك يا ماما، ابقي خدي بالك من نفسك.
ربنا معايا يا بنتي. طيب تصبحي على خير يا ماما. وانتي من اهله يا حبيبتي. صباح الخير يا معلم مصطفى. يا صباح النور يا استم عبده. ايه اللي مبدرك على الصبح كده؟ اعمل ايه يا اخويا، كنت بستلم فساتين عروسة عقبال عندك. امتى بس؟ بزمتي انا زعلان. ليه يا معلم؟ هو انا قصرت في حاجة معاك؟ قصرتي؟ ده انت ضيعت عمري وراكي ولا فيش فايدة. فين من 7 سنين من ايام المرحومة مراتي ما توفت وانا سايقك على الست سميرة الساكنة اللي عندي، ومن وقتها لحد النهاردة ما عملتيش حاجة. حاول ايه بس يا معلم مصطفى؟ اذا كانت راسها ناشفة مش عايزة تتجوز، قال ايه علشان تربي بنتها؟ ما انا موجود ومستعد اربيها احسن تربية، وعيشها هي وبنتها اسعد عيشة، وافرش لها الارض ورد، وعمارتي وعربيتي تحت امرها. تقول ايه بقى؟ اهم حكمة رأيها على عدم الجواز. معلش اديني صابر. فتك بعافية يا معلم. عافيك يا افشة الخطبة في اسكندرية. حكم، حد قال لك تغرق في الحب لشوشتك؟ بس التك كتير يا اخويا، غرش انت اللي عاجبك عاجب ولا الصيام في راجب. الله، الحب وحش يا استم عبد. طب بذمتك بذمتك في واحده في جمالها تحبس نفسها في شقتها وتترهبن على بنتها زي ست سميره؟ الحقيقه هي ست مفيش كده، وعشان كده انا هفضل صابر يا ام عبد ان شاء الله 20 سنه. ربنا يا اخويا يصبرك على ما بلاك. افوتك بعافيه يا اس المنشيه. على السلامه. الحمد لله على السلامه يا ماما. انا عندي لك اخبار هتعجبك قوي. يا خير يا ماما؟ اول شيء كل طلباتك جاهزه وهتيجي كلها. متشكره قوي يا ماما. تاني حاجه انا خلاص هنفذ كلامك وهعمل بنصيحتك ونصيحه الجيران. هتعملي ايه يا ماما؟ هتجوز يا ناد. ايه؟ اتجوز يا ناد. تتجوزي؟ مش ممكن ناد، مش ممكن ابدا. انت تتجوزي يا ماما؟ وما تجوزش ليه يا بنتي؟ قالي يا ناهد. انا بحبك يا ماما، انا ماليش في الدنيا غيرك. وانا يا حبيبتي بحبك وهتجوز مخصوص عشان اساعدك. مش ممكن يا ماما، مش ممكن. لا مش ممكن. ليه يا ناهد؟ انا مش متصورة انك حتى تفكري في الجواز. ده انت عشت طول عمرك عشاني انا، استحملتي وكافحتي ورفضتي كتير تقدمولك عشاني انا. ايه اللي خلاكي تغيري مبادئك؟ مبادئي؟ انا عمري ما غيرت مبادئي يا ناهد. انا نفذت كلامكم وعملت بنصحتكم. هو حرام ان انا افكر في الجواز؟ حرام ان انا افكر في نفسي؟ حرام حرام يا ناهد. وبابا؟ بابا نسيتيه؟ نسيت الذكريات الحلوه؟ نسيت الصوره الكبيره اللي نقشتيها له في قلبي؟ ما نسيتش يا ناهد. نسيتيني انا؟ نسيتي ناهد؟ ناهد اللي كرستي حياتك كلها علشانها؟ نسيتي حنانك اللي وهبتيه لها؟ نسيتي مستقبلها؟ نسيتي امالك الحلوه؟ ما نسيتش يا ناهد. امال ايه اللي جرالك؟ انا انسانه يا ناهد، ومن حق اني افكر في نفسي. ومن امتى كنت بتفكري في نفسك يا ماما؟ بقى تضيعي شقى الايام اللي فاتت في لحظه صغيره، تهدمي سعادتنا بالسهوله دي. ما تقوليش الكلام ده يا ناهد، انا اضرب سعادتنا منك. طيب ما فكرتيش الراجل اللي هتتجوزيه ده يا ترى يقدر يحل محل المرحوم بابا؟ تفتكري هيعوض حنانه؟ هيحقق اماله؟ هيملى علينا البيت زي ما كان المرحوم بابا مالي عليك البيت؟ ما تحكميش يا بنتي على انسان ما تعرفوش. احلفك بنور عيني ان الراجل اللي هتجوزه ده هيكون لك اب واكتر. انا متفقه معاه على كده. لا يا ماما لا، انا مش عايزه حد غيرك. بكره لما هتشوفيه وتعشفيه هتحبيه يا حبيبتي، وهيكون لك زي اب تمام. انا ابويا مات يا ماما. ما ماتش. ليكي حق، هو لسه عايش في قلب وصورته لسه منقوشه في قلب، لكن مش ممكن ابدا حد يحل محله. ماما ارجوكي ارجوكي فكري في الموضوع ده تاني. ارفضي الجواز، احنا مش ناقصنا حاجه يا ماما. ناقصنا راجل يا ناهد، ودي مش شويه. ويطلع مين الراجل ده بسلامته؟ يا ترى المعلم مصطفى صاحب العماره؟ لا لا يا حبيبتي، ده راجل مقاول محترم وهيسيب مصر ويجي اسكندريه علشان يعيش ويانا. لكن اشمعنى دلوقتي فكرتي في الجواز؟ ده انت من زمان بترفضي انك تتجوزي علشاني. فكرت يا بنتي لان محمد طنطاوي ده يختلف عن كل اللي كانوا عاوزين يتجوزوني، وانا هتجوزه عشان مصلحتك يا حبيبتي. وما تنسيش ان هو ده اللي هينقذنا من الغلب اللي احنا عايشين فيه ده، وهيسعدك ويسعدني. لكن انا ما اعرفوش ولا شفتوش، وعمري ما سمحتك بتجيبي اسمه على لسانك. بكره هتشوفيه وتحبيه زي ابوكي تمام. ماما
وبعدين يا ناهي مصممة يا ماما. أيوة يا بنتي أنا خلاص قررت. فبنتي حرة يا ماما عن إذنك. طنطاوي مالك يا طنطاوي؟ ما فيش يا سميرة. ما انتش طبيعي أبدا من ساعة ما ركبنا القطر من مصر لغاية منزلنا منه وانت ساكت وسرحان، ودحنا قربنا على البيت وانت برضو شارد. بفكر يا سميرة. بتفكر فيه يا أخويا؟ بفكر في الحي اللي انتوا عايشين فيه، يا ترى أهله هيستقبلوني إزاي، وخصوصا لما يعرفوا إن أنا جوزك الجديد. ولا يهمك يا طنطاوي، طول ما أنا جنبك وانت معايا ما تعيلش هم، احنا الاتنين حنواجههم سوا ونفهمهم اننا لبعضنا وان كل حي حر في حياته. ايوة يا سميرة، بس دول برضو معذورين، تلاقي فيهم اللي كان طمعان انه يتجوزك. خلينا في نفسنا احنا يا طنطاوي، ما نعوز عوض الايام اللي فاتت من عمري. وانا عندي قولك يا سميرة، هعوضك عن الايام دي ان شاء الله. ادي احنا وصلنا. استني شوية يا سميرة. ايه هتعمل ايه يا طنطاوي؟ ولا حاجة، اصل عينيا تعبانه شويه من مشوار السفر وحلبس النضاره بتاعتي. على كيفك، ما انا عارفاك دايما عايق. والله يا سميره انا مش عارف مالي كده متاخد. الله، من ايه بقى؟ اصل نظرات الناس ليا غريبه شويه. بكره تاخد عليهم، دول ناس طيبين قوي. يا ترى عرفوا ان انا العريس الجديد؟ قال يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. اتفضل اتفضل يا طنطاوي، ادخل، ده بيتك برضه. الله، انت مكسوف ولا ايه؟ لا ابدا، بسم الله الرحمن الرحيم. استريح يا طنطاوي. ناهد ناهد. ايوه يا ماما. تعالي تعالي يا ناهد، سلمي على. اهلا وسهلا الانسه ناهد. انا سعيد. يلزم خدمه ماما؟ ازيك يا انسه ناهد، ارجوك تعتبريني زي والدك اذا ما كانش ده يضايقك. طبعا طبعا يا طنطاوي، ده انت في منزلة وليدها تمام ولا ايه يا ناهد؟ عن اذنكم. معلش يا طنطاوي، اصل البنت واخده على خطرها مني، اتجوزت غير ابوها، لكن بكره مع الايام هتحبك وما تحسش ابدا انك غريب. معذوره يا سميره، وان شاء الله الايام هتصلح كل شيء. مش تقوم تستريح بقى في اوضتك؟ مساء الخير. نهد موجودة؟ مساء النور يا فندم، اتفضلي، هي موجودة، استريحي وانا حنادلها. يا نهد نهد، في واحدة صاحبتك منتظراكي في الصالون. طيب اهلا يا ليلى، ازيك؟ هو ده جوز مامتك يا نهد؟ ايوه يا ستي. تعرفي انه راجل لطيف وبين عليه بيحبك؟ والله انا مش عارفة اذا كان بيحبني ولا بيحب ماما. قصدك ايه يا نهد؟ طول النهار بيخش ورايا من اوضه لاوضه، انا مش عارفه بيبصلي كده زي ما يكون بيراقبني. ومامتك؟ ماما طايره بيه في السماء والدنيا مش ساعاه، دي حتى نسيتني خالص. وبعد ما كانت بتصحيني كل يوم الصبح وتحضر لي الفطار، دلوقتي اقوم ما اقومش ولا عادت تسالني عامله ايه في الكليه. خلاص يا بنتي خلاص، بقيت على الهامش، البركه في البيه اللي اتجوزته. ملكيش حق يا ناهد، انا شايفه انه مهتم بيك وبيحبك كمان، وانت بس اللي بتبعدي عنه وبتهربي منه، وعلى فكرة ده يدل على انك بتكرهيه. ايوة يا ليلى، انا بكرهه من كل قلبي، بكرهه انه بيحاول يحل محل المرحوم بابا وبياخد مني ماما. لكن وجوده برضو غير حياتكو خالص، وبين عليه مبسوط شوي. الله، الفلوس مش كل حاجة. معلش معلش يا ناهد. اسمعي ومن ذاكر احسن. ناهد ناهد، تعالي هنا. افندم يا ماما. انت جرالك حاجه يا ناهد؟ حصل ايه يا ماما؟ بتعاملي بابا طنطاوي معامله وحشه خالص. قلتلك 100 مره ما تقوليش عليه بابا. ليه يا بنتي؟ بقى ده جزات الراجل اللي بيحبك. والله انا بقى ما بحبوش وبكرهه، ولو انك تزعلي. ليه عملك ايه؟ معرفش. معلش يا ناهد، بكره تحبيه يا بنتي، ده انسان كويس،
بيهتم بيك وعاوز يجيب لك كل حاجه، عاوز يفرح بيك. وانا مش عايزه منه اي حاجه يا ماما، يسيبني في حال. يا خبر، ايه الكلام ده يا بنتي؟ ده زي ابوكي واكتر. مادام ده رايك وعشان ما تزعليش، انا تحت امرك يا ستي. طنطاوي. أيوة. تحب اعمل لكم ايه على الغدا؟ شوفي نهد عايزه ايه الاول. لا مالكش دعوه بيها، انا عارفه ايه اللي بتحبه، بس انت عاوز اعمل لك ايه؟ الحاجه اللي هتاكل منها نهد هاكل منها. خلاص اعمل لكم ملوخيه بالفراخ. تعجبك يا نهد؟ يعني وانا تعجبني. خلاص يا سميره اتفقنا، مش كده يا نهد؟ معرفش، مش بقولك نهد بنت حلال، انا هستأذن منكم شويه عن اذنكم. اتفضل يا طنطاوي. مالك يا نهد بتتكلمي معاه كده ليه؟ والله انا حر. يعني ايه؟ اسمعي يا ماما، انت غصبتي علي انفذ كل طلباته، واديني نفذتها. عايزه ايه مني تاني؟ عايزاك تكلميه كويس. والله انا كلامي كده صحيح، انت مالكيش في الطيب نصيب. ارجوك يا ماما ما تقلبيش علي المواجع. يعني ايه؟ مش فاهمه. خلاص انا داخله ذاكر. تعالي هنا، تعالي هنا يا بنت. افندم قصدك ايه من كلامك ده؟ قصدي انك مدلوقه على الراجل ده لدرجه انه نساكي بنتك، ومش كده وبس، الراجل ده كمان مش كويس. قطع لسانك يا ماما، فوقي لنفسك بقى واعرفي حقيقه الراجل اللي انت اتجوزتيه. ناهد، الراجل ده هيخرب علينا، حبك ليه نساكي بنتك ومخبي عنك الحقيقه. امشي امشي على اوضتك، اتفضلي من قدامي. يلا ناهد ناهد. سيبها سيبها يا طنطاوي، دي بنت دماغها ناشفه. الله، في ايه؟ مالها ناهد يا سميره؟ انت زعلتيها؟ ولا زعلتها ولا حاجه، هي اللي معرفش جرالها ايه. وبعدين معاك يا سميرة، انا مش قلتلك ما تزعلهاش ابدا؟ البنت مش قبلك يا طنطاوي، مصيرها تتعود على الحياة الجديدة. عمرها ما هتتعود، دي بنتي وانا عارفاها. وبعدين بقى يا سميرة، انت لازم تعرفي ان ناهد عندي حاجة تانية، واي حاجة تزعلها تزعلني، فاهمة؟ فاهمة يا طنطاوي، ربنا يخليك لينا ولا يحرمناش منك ابدا. يلا يا سميرة روحي صلحيها. يلا امال. حاضر حاضر يا طنطاوي، امرك. انا هتجنن يا ليلى. من ايه؟ من ايه بس؟ من الراجل جوز ماما ده، زي ما يكون سحر لها ولا منومها. كل حاجه يعملها تتبسط منها. تصوري اني اشتكت لها منه لدرجة اني قلت لها انه بيبص لي نظرات غريبة وزي ما يكون عايز ياكلني، وهي ولا هي هنا. يا نهد سيبيكي من الاوهام دي، فوق من الكابوس ده بقى. انا فايقة يا ليلى، انت نفسك مش ملاحظة عليه تصرفاته معايا؟ انا حاسة انه بيطاردني في نظراته. طب وانت بتتحققي من نظراته دي ازاي اذا كنت بتقولي انه دايما لابس نظارة السودة؟ وده اللي هيجنني، ما بيقلعهاش الا نادر، وانا متاكده انه بيتعمد الحكايه دي. اشمعنى بقى يا شطره؟ علشان محدش ياخد باله من نظراته الجريئه. قد كده مقصره عليكي نظراته الجريئه دي؟ انت عايزه الحق يا ليلى، انا بحس كانها مغناطيس بيشدني ليه. الله الله، انا بتكلم جد يا ليلى، على الرغم من الحقد اللي جوه قلبي للراجل ده، الا اني بحس انه زي ما يكون عامل لي عمل انا كمان. ناهد انت بتقولي ايه؟ اوعي يكون عقلك بيصور لك حاجة. سلام عليك يا ليلى، هو ده وقت هزار برضو؟ على كل حال الحب وحش يا ناهد. قصدك ايه يا ليلى؟ قصدي ان مامتك بتحب موت، وده اللي باين. ما حبها ليه ده هو اللي منكد علي عشتي. اوه هنرجع نغير تاني. جرالك ايه يا ليلى؟ انت النهارده بتتكلمي بالالغاز كده ليه؟ ما هو اللي انا مانيش فاهماه ومانيش عارفاه، ليه ما تاخديش الامور ببساطة وتعيشي كويس؟ ازاي بس؟ اذا كانت من يوم ما دخل الراجل ده بيتنا وهي بقت مش ماما، اتغيرت خالص. وانتي كمان اتغيرت يا ناه. ايوه ما تنسيش انها بقت زوجة وعليها واجبات. وانا بنتها. انت عايزة الجد؟ انت انانية. لا انت غلطانة يا ليلى، انا لو كنت انانية ما كنتش احب ماما. طب وانت عايزة ايه غير حبها هي كمان؟ وده اللي حاصل. لا حبها ليا مش زي الاول، ماما بتحب الراجل الغريب اللي دخل قلبها وبس، وعشان كده انا بحقد عليه. طب كفاية بقى كفايه يا اختي كلام في حكايه ماما وجوز ماما، وخشي بينا على المذاكره احسن، الوقت سرقنا. على رايك احط همي في المذاكره احسن. ناهد ناهد، الله دي بينها نامت على المكتب.
يا خبر ناهد ناهد. مين؟ أنا يا بنتي ما تخافيش. إيه اللي كره يا ناهد؟ الله، أنت مالك قمتي مسعورة كده ليه؟ أنت لوحدك يا ماما؟ أيوة يا بنتي. الله، أنت تعبانة؟ لا يا ماما، ده بس كابوس. حوش بالله. طيب يلا نامي يا حبيبتي، نامي واطفي نور اوضتك. لا يا ماما، انا لسه هذاكر. طيب يا ناهد ذاكري، وربنا معاك يا بنتي. والنبي يا بنتي لو رجع باباكي، قصدي طنطاوي، ابقي صحيني. هو لسه ما جاش؟ لا، اصله هيسهر بره من هنا ورايح، لانه عنده شويه شغل مهمين. بقى كده؟ الله، في ايه يا ناهد؟ لا مفيش يا ماما. هو بيشتغل ايه؟ بيشتغل ايه؟ بيشتغل مقاول يا بنتي. واللي بيشتغل مقاول اللي اخره برا البيت لغايه نص الليل. ايوه، احنا هنشاركه بقى يا ناهد. ثم انه بيسهر في شغله اهو، بيقابل زباينه. طيب يا ماما اتفضلي انت وانا حصر شويه. تصبحي على خير يا بنتي، وانت من اهله. بسم الله الرحمن الرحيم. هي الدنيا ضمة كده ليه؟ ياه، دول باين عليهم ناموا. لهم حق، ما احنا بعد نص الليل. يا ترى ناهد نامت هي الاخرى؟ اما اشوفها في اوضتها كده. الله، دي نايمة على مكتبها. بسم الله ما شاء الله. يا سلام، اول مرة املع عيني منها. يا ريتني اقدر ابص لها كده على طول. لو بس تديني فرصة اكلمها فيها، او حتى اقعد معاها. الغريبة الخالق الناطق امها، انا حاسس اني عاوز اتقرب منها. نفسي المسها بايديا، نفسي المسها بايديا. ناهد اصحي يا ناهد، ونام على سريرك. ناهد. مين؟ ايوه انت. مين؟ انا طنطاوي. ابعد عني. ماما يا ناهد. ناهد مالك يا ناهد؟ بسم الله. مالك يا ناهد؟ مالك مالها يا طنطاوي؟ والله ما انا عارف يا سمير، ده انا حتى لسه جاي. اي والله لسه داخل دلوقتي اهو. مالك يا ماما؟ ماما ابعدي عني يا ماما، ابعدي عني. ابعدي عني يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي. الله، انت عملت لها ايه يا طنطاوي؟ يا سميره بقول لك انا لسه داخل، يا دوب اقول لها قومي نامي على سريرك، قامت مفزوعه وراحت صرخه. ماما ما تسيبينيش يا ماما. انا جنبك اهو يا حبيبتي. اهدي كده، لازم شفتي كابوس وانت نايمه يا حبيبتي. انا خايفه يا ماما، حاسه اني هتخيني. طنطاوي، من بكره بدري نوديها على الدكتور. ان شاء الله يا سمير. هي يا دكتور طمنا. ما تخافوش، دي حالة عصبية طارئة، يظهر انها صحت مفزوعة على اثر الكابوس اللي جالها فاتخضت، ده زائد سهرها المستمر في المذاكرة اللي سبب لها شيء من الانهيار العصبي، وانا بشك في انها بتعاني صراع داخلي، وعشان كده سبب لها اجهاد كبير. وهتستمر معاها الحكاية دي كتير يا دكتور؟ كلها ايام وتخف، بس انتوا خلوها تستريح، وانا اديت لها مسكن كمان، انا حمر عليها بكرة. متشكرين يا دكتور. العفو يا فندم، عن اذنكم. مع السلامة يا دكتور. ايه الحكاية يا سميرة؟ ناهد كانت خايفة مني ولا ايه؟ ما تاخدش بالك يا طنطاوي، بكرة تخيف وتبقى عالي العال. انا متضايق قوي يا اخويا. ما تحملش هم، قوم استريح. سلامتك يا ناهد، ازيك دلوقتي؟ الله يسلمك يا ليلى. ايه اللي جرالك يا ناهد؟ مش عارفه يا ليلى، اعصابي تعبانه شويه. ما انت اللي بتتعبي نفسك يا ناهد، قلتلك خدي المسائل ببساطه، اكتر من كده مش قادره يا ليلى. انا جوايا حاجات كتير،
مش قادرة أتغلب عليها. وبعدين وآخرتها يا ناهد؟ ولا حاجة، هو الدكتور بيعالجني، ما ظنيش هقدر أوصل مذاكرتي. بتقولي إيه؟ أنا خايفة للسنة تضيع مني. ما تخافيش ما تخافيش، أمال يا ناهد كلها يوم ولا اتنين ترتاحي فيهم وتريحي أعصابك، وإن شاء الله تقومي وتبقي أنشط من الأول. متهيألك يا ليلى، اللي ببات فيه بصحى فيه، أنا مش عارفة أرسالي على بر. لو استمرت الحالة اللي أنا فيها دي، يا إما هيجرالي حاجة يا إما هخسر ماما. بقى ده اسمه كلام برضو؟ في واحدة عقلة تقول الكلام ده؟ أنا ما عنديش عقل خلاص يا ليلى. وليل انتي عقلي أعمل إيه؟ تقبلي الوضع الطبيعي، واللي عملته مامتك مش حاجة شاذة، بالعكس من الطبيعي جدا إنها تتجوز أي إنسان وتسعد معاه. بس ده مش إنسان عادي. قصدك إيه بس يا ناهد؟ مش عارفة أقولك إيه يا ليلى. عايزة تقولي إنه حرمك حنان مامتك؟ مش بس كده، نساها واجباتك؟ لا برضو مش كده. علشان مهتم بيك وبيرعاكي وقلبه عليكي؟ وده اللي هيجنني. الله، وليه بقى؟ لان اهتمامه بيا اصبح واضح زي الشمس. ناهد، عايزة تقول انه طمعان فيكي؟ مش عارفة يا ليلى. اتكلمي بصراحة يا ناهد. مش قصدي اقول انه طمعان فيا، لان انا في بعض الاحيان بحس انه صادق في شعوره، لكن مش قادرة اتقبل منه الشعور ده. ليه يا ناهد؟ لانه خد مكان المرحوم بابا، وده مش شوي. وكمان وايه تاني؟ اتكلمي. مش عارفة، لكن حاسه انه لو طلق ماما وسابنا في حالنا هنستريح. انت بتقولي ايه؟ بتقولي ايه يا ناهد؟ انت اتجننتي. لا يا ليلى، انا بقول اللي لازم يحصل، وقبل ما تحصل اي حاجه نندم عليها لازم نتخلص من الراجل ده. لا اكيد انت مش في وعيك يا ناهد ابدا. لا انا في وعي قوي يا ليلى، وانا عارفه هعمل ايه. هتعملي ايه يا مجنونه؟ هشوف له مصيبه تخلصنا منه. ناهد عالي عالي يا ناهد، وبلاش الافكار دي. انا خلاص قررت ازيحه من البيت ده باي طريقه عشان ماما ترجع لي زي زمان. على العموم انت لسه عيانه، وبكره لما تخفي هتحسي انك غلطانه. انت ما تعرفيش يا ليلى العذاب اللي انا فيه. هقولك ايه بس، هقولك ايه. ربنا يهديكي يا رب يا رب. انا حاسه ان مستقبلي هيتحطم بسببه. ناهد، قد كده بتكرهيه؟ مش عارفه يا ليلى اذا كنت بكرهه ولا ده انسان غريب مش قادره افهمه. انا بتمنى اني اكرهه، بتمنى اني احقد عليه. لا انت اطوارك غريبة يا ناهد، غريبة. انا عمري ما كنت اصدق انك تبقي بالشكل ده ابدا. معذورة يا ليلى، لانك مش حاسة باللي فيا. اسمعي، سيبينا من السيرة دي، روقي كده ها عشان خاطري. قوليلي الدكتور قالك ايه عن حالتك دي؟ ولا حاجة. قال انه شوية اجهاد وتفكير مستمر، ازمة وحتمر. معلش يا ناهد، بكرة تقومي بالسلام. ازيك يا بنات. اهلا يا ماما. ازيك انت يا طنط؟ ازيك يا ناهد النهارده؟ ما ترد يا ناهد. معلش سيبيها على كيفها، يمكن متضايقه شويه يا سميره. ما ترد امال؟ اصلها واخده على خاطرها كمنها تعطلت عن مذاكرتها، خايفه لا تضيع عليها السنه. معلش بكره ان شاء الله تبقى كويسه وتعوض اللي فات. قول لها يا اخويا. طيب انا خارج دلوقتي، عايزاش حاجه يا ناهد؟ ترجع بالسلامة يا طنطاوي، ما انت مغرقها كل حاجة وهي ناقصها. هو انا ليا بركة اللي هي؟ انا يهمني رضاها. واحنا لينا حد غيرك انت يا طنطاوي؟ عن اذنكم سعيدة يا ناهد. ردي يا ناهد، ردي بلاش كسوف. سعيدة، مع السلامة يا طنطاوي. شفتي بتودعوا ازاي؟ وطي صوتي. شفتي الحب يا ست ليلى؟ يا سلام، اعقلي اعقلي انت يا ناهد وشوفي صحتك. انا قلت لازم نستريح من ناهد، انا وهو والزمن طويل. اهلا وسهلا، اتفضلي تعالي. ازيك يا ليلى؟ وازاي طنط؟ الحمد لله يا ناهد، ماما موجوده في المطبخ. ازيك انت دلوقتي؟ يعني ايه، مزاجك مش رايق برضو؟ متضايقه شويه. ليه بقى؟ في حاجه مضايقاكي؟ مش عارفه الراجل ده عامل لنا عمل في البيت ولا ايه. انا راجل؟ يكونش بابا طنطاوي؟ ايوه هو. وازاي بقى عامل لكم عمل؟ كل ما احاول اذيه او حتى اشهر بيه احس اني مش قادره.
دايما بتراجع علشان تعرفي انه مظلوم. ابدا وحياتك، انا بس علشان ما خدتش على كده. لكن مسيره يقع. هو ايه ده اللي مسيره يقع؟ انتوا بتلعبوا استغمايه. انت عارفه الناس بتقول عليه ايه؟ انهي ناس دول؟ المعلم مصطفى وام عبده وزباين ماما القدام واهل الحي كله. ها مالهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا عليه الراجل ده مقطوع من شجره من يوم ما وصل الحي وجوز الست سميره، ومحدش عارف له لا شغله ولا مشغله ولا حتى اهل. احنا عارفين اتلمت عليه من انهي حته. وانتي برضه هتسمعي كلام الناس دول؟ واحنا ما نسمعش كلامهم ليه؟ مش لهم حق يعرفوا برضه؟ لا ملهمش حق يا ناهد، لان كل واحد حر في حياته، حر في عمله، حر في اصله وفصله. بس انا كمان حره في اني اعرف الراجل اللي اتجوزته امي، اعرف اصله وفصله وعمله. اسمعي يا ناهد، كان لازم تسالي من زمان، مش بعد ما انتهوا واتجوزوا والناس عرفوا جايه تسالي دلوقتي. حد كان قال لي؟ كانت قالت لي ماما انها خلاص هتتجوز، اللي ما فكرت حتى انها تتجوز واحد من اهل الحي اللي عشنا فيه. الله، اخترت الانسان اللي استريحت له يا عالم. ولا كنت عايزاها تتجوز على مزاجك ومزاج الناس؟ ليه لا؟ انت تعملي كده لو في مكانها؟ انا؟ ايوه انت. ومين قالك اني هتجوز؟ مسيرك هتتجوزي. لا يا ليلى، انا خلاص اتعقدت من الرجاله. متهيألك يا نهدي حبيبتي، لانك مصممة على رأيك. انت خلاص انطبعتي بشعور واحد تجاه الراجل ده، الشعور بانه سلبك امك واستولى على مكان المرحوم باباكي، وعشان كده حسيتي ناحيته بالكره والحقد الاعمى. وليه بتسميه حقد اعمى؟ لانه حقد في غير محله. لا يا ليلى، ده في محله، وانا ليا حق احقد عليه. لو فكرت بعقلية متفتحة ونظرت للوضع الطبيعي وحسيت بمشكلتهم ووضحت نفسك انت في ظروف مامتك، وبالتالي قدرت ظروفه هو كمان، ما كنتش حقدتي على حد منهم. لكن عيبك يا ناهد انك تايهه، مغمى عليكي، لسه ما فقتيش. ما تحاوليش تقنعيني بوجهة نظرك يا ليلى. هقولك ايه، انا خلاص غلبت معاكي، وعلى رأي المثل على نفسها جنت براكش. خلاص يا ليلى انا حرة، وعلى كل حال انا مش هرتاح الا لما يسيب خالص. والاحسن ان احنا نخرج نتمشى شوية لحد ما تهدي. عندك حق. استني بقى لما البس حاجة وانزل اتمشى معاكي. هات يا أول. مين؟ ناهد. ايوه ماما. كنت فين يا ناهد؟ كنت بتمشى شوية مع ليلى. عايزة حاجة يا ماما؟ ايوه يا بنتي، اصل بابا طنطاوي عنده ضيف طب عليه النهاردة فجأة من مصر، ويظهر انه تعبان شوية. هو مين اللي تعبان؟ الضيف يا بنتي. يعني فتحها مستشفى. بتقول ايه؟ لا ولا حاجة يا ماما، كنت بقول يعني وش معنى الضيف جا النهاردة؟ ده ما فيش حد زاره من يوم ما وصل البيت. اما امرك غريب يا ناهد. الله، اللي حصل بقى؟ وانا قلت حاجة يا ماما؟ ده مجرد سؤال. طب يلا روحي، روحوا انت وضب السفرة وشوفيهم، يمكن يكونوا عايزين حاجة، وانا هروح على المطبخ اوضب الاكل. حاضر، بس غير هدومي قبل روحي. شوفي بابا طنطاوي عاوز ايه، يمكن يكون عاوز يقدم حاجة للضيف. حاضر. اسمع يا امام. ايوه. انا هقوم بالواجب نحوك علشان العيش والملح بس، والجميل اللي لك في رقبتي. تشكر يا طنطاوي، لكن مدام البوليس بيجري وراك وبيطردك، انا شايف انك لازم تسلم نفسك، خصوصا وان وجودك عندي هنا فيه ضرر كبير علشاني. انت عارف ايه هي عقوبة اللي بيخبي مجرم هارب؟ الهي يعمر بيتك يا طنطاوي، انا عشمي في الكبير، اقويني عندك الليله دي بس لغاية ما داوك روحي واقدر اقف على رجلي. واوعدك ان بكرة من الفجر هسلم نفسي، وان ما نفذتش سلمني انت. ما اقدرش يا امام، ما اقدرش، انت بتضرني بكده. طنطاوي ابوس ايدك، دي ليلة واحدة بس. ناهد، ناهد. الله، هي راحت فين يا اخواتي؟ صفرة دايما يا طنطاوي. بالهنا والشفاء يا امام. الحمد لله نفذ اللي اتفقنا عليه. ارجوك يا امام عشان خاطري، واوعدك بشرفي ان حسلم نفسي من الفجر. ضميري ما يطوعنيش يا امام. تبت اليك يا رب
أنا كان ضميري فين بس؟ معلش يا أمام، كله يتصلح. شقة محمد طنطاوي؟ أيوة يا فندم. هو فين؟ هو مين؟ أنا عندي أمر من النيابة بالتفتيش. إيه؟ أيوة يا حضرة الضابط. أنت محمد طنطاوي؟ أيوة أنا. في بلاغ بيقول إنك مخبي عندك مجرم هارب. أنا عندي أمر من النيابة بالتفتيش. تسمح؟ مفيش داعي للبهدلة. تعال يا إمام. أنا حقول الحقيقة يا حضرة الضابط. ابقى قولها في الاسم. اقبضوا عليه. وأنت كمان. متأسف. أنا مضطر أقبض عليك. إيه؟ طنطاوي؟ لا لا. ما تاخدهوش، مش ممكن، جوزي بريء بريء. متأسفين يا هانم، يلا بينا يا جماعة. طنطاوي جوزي. ما تخافيش يا سميرة، ما تخافيش، ربنا موجود. جوزي جوزي، لا لا، خدوني معاه، خدوني معاه. تعالي هنا، تعالي هنا. رايحة فين؟ رايحة شوف طنطاوي. طنطاوي يا ناهد، ضابطوا عليه. انت بتعيطي على ايه؟ مش مكسوفة من الفضيحة اللي جابها لنا؟ اخرسي، طنطاوي شريف، طنطاوي راجل نظيف. ماما ماما فوقي بقى يا ماما، نروحي، بطلي العمايل دي، احمدي ربنا انها جت لغايه كده. قصدك ايه يا بنت؟ قصدي كفايه اللي عملوا فينا، والحمد لله اللي خلصنا منه. قطع لسانك، غوري من قدامي. يلا يلا. حاضر يا ماما، انا حغور ومش هتشوفي وشي. بس قبل ما امشي احب اقول لك ان انا اللي خلصتك منه. ايوه انا اللي بلغت عنه البوليس. عرفتي؟ استريحتي؟ انت بتقولي ايه؟ انت عملتي ايه؟ ايوه يا ماما، عشان اريحك واستريح انا كمان. كفايه بقى لغايه كده. تعالي يا ماما، تعالي نعيش سوا انا وانتي، ننسى اللي فات ده، كان وكانه كابوس ونزاح. تعالي يا ماما، تعالي نرجع الصوره القديمه بتاعه زمان، صوره المرحوم بابا. فاكره يا ماما؟ فاكره الذكريات الحلوه، فاكره الايام الجميله، فاكره السعاده اللي كنا فيها. نعم نعم. ايوه. ايه يا ماما؟ عارفه مين اللي بلغتي عنه ده؟ عارفه مين طنطاوي؟ يعني هيكون مين؟ واحد زي كل الناس؟ لا لا، فاكره الصوره الحلوه اللي رسمتها لك في قلبك من سنين طويله، فاكره الصوره المثاليه. ايوه فاكره. وتعرفي مين صاحب الصوره دي؟ مين؟ ابوك يا ناهد، ابوك يبقى طنطاوي، الراجل اللي بلغتي عنه. ماما انت بتقولي ايه يا ماما؟ انت جالك حاجه؟ انا فاعي يا ناهد، انا عارفه انا بقول ايه. مش ممكن، مش ممكن، انت بتضحكي عليا. ابدا، هي دي الحقيقه، الحقيقه المر، الحقيقه اللي اخفيتها عنك سنين طويله، دفنتها جوا قلبي وفضلت كاتم عليها نفسي وقعدت اتلوى جواها. ماما سنين طويله عشتها في عذاب والم وحرمان، عذاب الوحده اللي كانت بتقتلني، والحرمان من الزوج اللي يمنع علي البيت. ماما وفي النهاية وبعد صبر طويل تكرر المهزلة تاني. ماما 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 فوق يا ماما. مين الراجل ده؟ مين طنطاوي؟ ودايما اقول عليه انه غامض وراه سر. دي كان حاسب بانه لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن. بابا مات، مات من زمان، من وانا صغيرة. انا اتربيت يتيمة. صحيح يا ماما، صحيح يا ماما، صحيح يا ماما، بابا مات. ما ماتش، ما ماتش يا ناهد. وسبق قبل كده سألتيني السؤال ده، لكن قلبي ما كانش بيطوعن، ما كانش علي اصرحك بالحقيقة. وانت لسه ظاهرة صغيرة، كنت خايفة عليك. لا تتبالي. كفاية. ابوكي، ابوكي طنطاوي يا ناهد. كفاية. صدقيني، صدقيني يا ناهد، هو ده صاحب الصورة اللي نقشتيها في قلبك. كفاية يا ماما، كفاية، كفاية. ناهد، ناهد، ناهد. ليلى، ليلى، الحقيني يا ليلى، ناهد مغمى عليه. نعم يا طنط. تعال. نعم. مالها، مالها يا طنط؟ ناهد، 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 فوق يا ناهد، ناهد. رد علي يا ناهد، أنا ليلى. بابا فين؟ روح ماما. أنا فين؟ روح ماما يا حبيبتي. مالها يا طنط؟ بابا عايش، بابا عايش يا ليلى، بابا عايش. يا بتقول ايه يا طنط؟ وانا انا اللي سلمته للبوليس. بتقول ايه يا ناهد؟ بوليس ايه؟ اهدي يا ناهد، اهدي، فوق نفسك. يا طنط كوباية مية، كوباية مية. حاضر حاضر يا طنط، حاضر.
الاسم بالكامل. اسمي محمد احمد علي. محمد احمد علي؟ امال محمد طنطاوي ده يبقى اسم مين؟ اسمي برضو يا حضرة المحقق، بس طنطاوي يبقى الجد، انما مش مثبوت في شهادة ميلاد ناهد. عجيبة، لك اسمين يعني؟ والله يا حضرة المحقق مش عارف اقول لك ايه. قول الحقيقة يا طنطاوي، قصدي يا محمد احمد اوله. يستحسن برضو. اتفضل. كان مقاول قد الدنيا وياما كسب كتير وعمل قرشين كويسين، الشغل كتر وربنا فتحها في وشه، وكان كل مناه انه يخلف عشان تكمل سعادتنا، ولما خلفناكي بقى طاير من الفرح، ما بقتش الدنيا سايعاه، واستمر بينا على الحاله دي 4 سنين. وفي يوم من الايام دخل علي وهو مش طبيعي، حسيت ان في حاجه شغلاه، حبيت اساله عن السبب لكن ما قدرتش، كان بيتهرب مني. ما كنتش عارف حجاوب ازاي لو سالتني. هي الجريمه دي اتلم عليا شويه ممولين وقالوا لي هنقدم لك مشروع ناجح ومربح. صدقتهم بحسن نيه، طلبوا مني ان ابني لهم عماره، ووضعت لهم التخطيط السليم والتكاليف اللازمه، لكن ما وافقوش، كان لهم غرض تاني، كانوا عايزين يوفروا، قالوا لي اضغط المصاريف للنص، وفضلوا يلوحوا عليا ويمنوني بالمكسب، طلبوا مني ان خالف ضميري. وبعدين؟ خالفت ضميري وبنيت العمارة، كانت عمارة خيخة وقعت على سكانها ومات عدد منهم. ليه كده يا بابا؟ الشيطان يا بنتي، الشيطان اتغلب عليه، انقبض عليه مع اللي كانوا السبب، واتحكم عليه بالسجن 15 سنة. 15 سنة؟ ساعتها بس فاق لنفسه وحس انه كان غلطان، وكان بيقول لي انا استاهل اكتر من كده علشان خالفت ضميري. زورته في السجن، عرض علي الطلاق بحجة اني لسه شابة صغيرة وان معايا طفلة بريئة لسه المستقبل قدامها. رفضت الطلاق واصريت اني اقف معاه لغاية ما يخرج من السجن يكفر عن غلطته. قال لي انت حرة يا سميرة، تقدري تتجوزي وانا ضميري مستريح. رفضت. لكن ليه ما قلتليش طول المدة اللي فاتت دي؟ ليه خبيت عليا الحقيقة؟ لانه هو اللي طلب مني كده، كان دايما يقول لي خدي بالك من ناهد، ربيها احسن تربية، كملي لها تعليمها، نفسي اشوفها دكتورة قد الدنيا علشان تعالج الناس بالمجاني. ووصاني اني اخب عنك الحقيقة علشان تقدري تواجهي الناس والمجتمع، كان خايف على مستقبلك لو كشفنا لك عن الحقيقة يا مهد. كنت بتسافري مصر كل شهر عشان تزوريه، مش عشان زباينك وقرايبك، مش كده؟ تمام يا بنتي، كان لازم ازوره واحسسه ان انا جنبه، خصوصا بعد ما اتنقلنا لاسكندرية. ليه ما عشناش في مصر جنبه يا ماما؟ كانت رغبته اني ابعدك عن الناس اللي عارفيننا، كان خايف لحد يواجهك بالحقيقة. يا ريت كان حد واجهني بالحقيقة. الحقيقة ما بتعجبش الناس في بعض الأحيان، وعشان كده لما خرجت من السجن اتفقت أنا وسميرة مراتي إنها تدعي إني جوزها الجديد، وبكده أقدر أعيش في البيت اللي اتحرمت منه المدة الطويلة اللي قضيتها في السجن، وأكون جنب بنتي ومراتي. وما قلتش الحقيقة لبنتك، مش كده؟ كنت خايف لصطمها، لكن كنت منتظر لما تتخرج وتأمن مستقبلها، وساعتها أدور على الفرصة المناسبة اللي أقدر فيها أكشف لها عن الحقيقة. كنت سعيد بيها، لكن كنت خايف منها، من نظرتها، كنت بحس فيها معاني كتير، كأنها بتتهمني بالجريمة اللي ارتكبتها في حقها وحق مامتها. عشان كده
كنت دايما بتهرب من نظرتها، لكن في نفس الوقت كنت بحس بقوة بتدفعني ان اتقرب منها، اضمها لصدري. يا حبيبي يا بابا. وانت طبعا عارفة الباقي يا نهد، اضطهدتيه كتير وهاجمتيه كتير وكان مستحمل. ما كنتش عارف. على كل حال هديك عرفت يا بنتي، وانت حرة، انت اللي هتقرري مصيرنا كلنا، مصير الراجل اللي عاش سنين طويلة في السجن بيتعذب لانه ارتكب خطأ في حياته وخرج علشان يبدأ حياته الجديدة، ومصير ام ضحت علشانك كتير وصبرت كتير، واخيرا مصيرك انت، وانت املنا احنا الاثنين. يلا بينا يا ماما. على فين يا بنتي؟ نشوف بابا ونقف جنبه. تعالي نرجع بابا يا ماما. بنتي نايت حبيبتي. يلا يا ماما يلا، مفيش وقت. يلا يلا يا بنتي. لكن ما قلت لناش انت تعرف ايمان ده منين؟ كان زميلي في السجن. كان بيعطف عليا كتير، كل ما اعيا او اتألم احس بوجوده جنبي، علشان كده حبيته باخلاص، وقبل ما اخرج عرف عنواني. كنت بتمنى ان قبله بعد ما ربنا ما يفرج عنه ويخرج من السجن، علشان ارضله جمايله عليا. وبعدين اتفقت معاه انه يزورني بعد ما يخرج بالسلامة. ام هرب وزارك في بيتك مش كده؟ دخل علي اكرمته، ولما عرفت انه هربان نصحته بانه يسلم نفسه، ووعدني بكده فعلا. ويدوب خلصنا الاكل وهو ناوي يتوكل ويسلم نفسه الا وظابط المباحث بيخبط على الشقة وسألوا حتى حضرة الظابط. على كل حال دي فعلا اقوال حضرة الظابط، اما بخصوص امام ده فهو اعترف بكل اللي انت قلته، يفرج عن المتهم محمد احمد علي بلا ضمان، ثبت من اقوال الشهود حسن نيته في ايواء المجرم الهارب وانتفاء القصد الجنائي. لكن انا ليا سؤال اخير. اتفضل يا فندم. ليه ناهد اللي هي بنتك بلغت عنك؟ ايه، ناهد هي اللي بلغت عني؟ مش ممكن. أيوة أنا اللي بلغت. مين؟ ناهد؟ أيوة ناهد. طنطاوي مالك، مالك يا طنطاوي؟ سيبوه شوية عشان يفوق، وعلى كل حال احنا حنفرج عنه لأنه ثبت براءته بالفعل. أسيبكم مع بعض شوية. طنطاوي فوق يا طنطاوي، كلم ناهد بنتك. العين نضارة دي يا ماما. أيوة كده. لا لا لا، ليه كده يا سمير؟ كده أحسن. يا سلام، مش معقول، مش ممكن. ايه يا ناهد في ايه؟ ماما بصي يا ماما، بصي ناهد، جرالك حاجة يا بنتي؟ ابدا يا ماما، بصي لوشه، العينيه، لملامحه، الخالق الناطق نفس الصورة. الصورة؟ صورة بابا، الصورة اللي رسمتها له، الصورة اللي اتنقشت جوه قلبي. هي بعني تمام صورة بابا. بابا بنتي. سبحانك يا رب. تعال يا بابا وقف على رجليك. ايوه هات ايدك، خد ايدي يا ماما. يلا بينا يا ماما. على فين يا ناهد؟ على حينا، على بيتنا. لا يا ناهد، روحوا انتوا، ارجعوا البيت. وانت يا محمد؟ انا ليا سكه تانية يا سمير، بعيد عن سكتكم. انا ارتكبت ذنب، ارتكبت خطأ، وانا المسؤول عنه لوحدي، اتحمل نتيجته وحدي. انتوا مالكوش سبب. لا يا بابا، احنا معاك وحنفضل معاك، تعال معانا نرجع بيتنا. والناس واهل الحي لما يعرفوا الحقيقه؟ ما هم لازم يعرفوه. حيتعبونا يا بنتي. ابدا يا بابا، دول ناس طيبين قوي وحيقدروا ظروفنا وحيساعدونا. صحيح يا محمد، دول يا ما كانوا واقفين جنبي وحاملين همي. وما تنساش اني حبقى دكتوره، وانك هتبني لهم مستشفى على قد حيهم، واني حعالج مرضاهم. مش دي امالك يا بابا؟ سبحانك يا رب. يلا يلا بينا يا محمد. يلا يا بابا. بابا بابا. يا سلام، اجمل كلمة سمعتها في حياتي بابا. يا حبيبي يا بابا.
وهكذا تنتهي خماسية الحقد الأعمى، كتبها إسماعيل عبد التواب، صور الشخصيات أمينة رزق، محسنة توفيق، عبد البديع العربي، سهير المرشدي، أزهار شريف، أحمد طنطاوي، حسن حسني، سمير عبد العظيم. الحقد الأعمى من إخراج محمود شركس.